كنتيني وذي فرش الحروف استن سوره البقره قال المصنف وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كثرها ضم الرجال لتكمل وحيله بإشمام من وسيقة كما رسى وسيئة وسئت كان راويه أم بلا so here we have the seven verbs قيله غيظة حيله سيقة سيقة سيئة سيا سئت these seven إشمام الحركة إشمام الحركة And we spoke الطيبي Qila, its origin is قويلة. a Qaf madmuma followed by a Waw followed by a Lam. And so, since we have quwila this is very difficult. And so, what the Arabs did was they took the Waw and the halakat that it has, which is the kasra, and gave it to the Qaf and gave it to the Qaf, and they made the Waw Sakina and it became Qiwla And then, if you study al saraf you will know that the morphological rule states that if you have a Waw Sakina and a kasra before it, convert the Waw into a Ya. Yeah. And so it becomes قيلا. So قيلا came from قولة, which came from قويلة. And so this قاف initially had a ضمة. And so to show that this dhamma was in, yani was initially present before the kasra came upon it, you perform al Harakah, in which you come firstly with the dhamma and one third of the harakah is given, is taken up by this dhamma and the remaining two thirds of the pronunciation of the harakah upon the قاف will be the kasra.

سُيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا طيب so now we have these seven verbs in terms of the camps that the Qur'an find themselves in we can divide these words into three categories the first category is قِيلَ غِيْضًا جِيَةً and the ones who do إِشْمَامُ الْحَرَكَةَ آرِيجَارٌ لِتَكْمُلَ كِسَائِئًا

خلى علم هذا وجهان هون، ال طيب واستوت على الجودي وقيل جن وقيل is like. طيب نبدأ بقالون وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين سو قالون هاز وكذلك أبو عمرو البصري قد ذهب ووجه التوسط يبقى لدوري حسناً، يمكننا الآن أن نعود لوجه التوسط فقالون ومعه الدور البصري وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين

قضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Now we go back. The tool here for وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين أذن حمزة بالسكت بخلف عن خلد ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين أذن وجه, الخل وجه بترك سكت وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين and then now we أصحاب الإشمام أي كسائي and هشام وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقرعي وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين والله اعلم